أهلا بحضراتكم مجموعة البريكس كانت خمس دول وستصبح إحدى عشرة دولة في يناير 2024 حسب ما هو معلن وأصبح حديث الساعة على المستوى المحلي والمستوى الدولي هو انضمام مصر لمجموعة بريكس بين الفوائد والمزايا المحتملة والتحديات وما الذي يمكن أن تشكله مجموعة بريكس من تغيرات سياسية واقتصادية على المستوى العالمي ده موضوع فقرتنا الرئيسية النهاردة مشاهدينا في التاسعة وبيسعدنا أن يشاركني فيه في الحديث عن هذه التغيرات والاحتمالات ضيوفي المنورين في الاستوديو الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني وأمين شؤون الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن دكتور سمير أهلا بحضرتك أهلا وسهلا وبيشرفنا الدكتور محمد سالم باحث اقتصادي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب عن والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي الدكتور محمد أهلا بحضرتك معنا نورنا <applause> وبينضم لنا أيضا الدكتور ناصر عثمان أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة أسيوط دكتور ناصر منورنا أهلا بحضرتك أهلا وسهلا أهلا بحضرتك أبدأ مع دكتور سمير صبري وهو سؤال ربما يكون على في إطار مجموعة بريكس هل هو تكتل اقتصادي بحت أم تكتل اقتصادي بصبغة سياسية طبعا سؤال مهم جدا هو في بدايته كان تكتل اقتصادي الغرض منه أمور اقتصادية دول ناشئة اقتصادات عندها نمو عالي جدا اجتمعت بهدف التكامل الاقتصادي ولكن سرعان ما تحول الى تكتل اقتصادي سياسي عنده صبغه سياسيه واضحه جدا اختياره للاعضاء المتقدمين كان واضح عليه انه بيدرس كل دوله مش بس اقتصاديا ولكن ايضا سياسيا والتحالف ده بدا منذ الفتره بتاعه الازمه الاقتصاديه العالميه في م. 2005 2006 بدأت العالم كله يشوف ان مع الازمات اللي حصلت بسبب انهيار الاقتصاد الامريكي ومشكله الرهن العقاري، م. لازم الاقتصادات الاخرى تتحرر من هذا النظام العالمي ويكون في تكامل واتحاد بين الاقتصادات المتشابهه في امورها الداخليه م. واقتصاداتها. ثم في 2009 كانوا اربع دول فقط البرازيل وروسيا والهند والصين. م. في 2009 بدأوا يفكروا في اول اجتماع يضم دوله من قاره افريقيا وكانت دولة جنوب أفريقيا م. ومن هنا بقى البريكس. مزبوط. فنقدر نقول أنه تجمع اقتصادي وله صبغة سياسية. دكتور محمد تكتل من خمس دول بيدعو ست دول للانضمام. حضرتك شايف النقطة دي تحديداً إزاي؟ يعني هو التوسع معروف إن في التكتلات والاتحادات بتتوسع مع الوقت، لكن لما كنت تكتل من خمس دول بقالوا فترة من الزمن، لو قلنا مثلا تحديدا مثلا لو بدا من 2009 اللي هو يعني بقى بقى خمسه، نتكلم في 14 سنه وفجأه ست دول من 23 متقدمين. طيب بداية هو الانضمام ست دول هو مش مفاجئ قوي لانه في حوالي أكثر من 20 دولة ناشئة هم كانوا على رادار البريكس وكانوا م. مستهدفين من إنه منظمة البريكس تضم أكثر من 20 دولة ناشئة بحيث إنها توسع من هذه المجموعه وتكبر من حجمها وبالتالي يزداد حجم حجمها وحجم تاثيرها في الاقتصاد العالمي وكان في تنوع كبير جدا ما بين الدول المرشحه للانضمام دي البريكس لكن خليني ابدا بس من ورا شويه البريكس بدايه كتكتل هو تكتل اقتصادي وله توجهات سياسيه ولكن هو ايضا هذا التكتل في نقطتين، النقطة الأولى أنه تكتل البريكس مش كل الأعضاء فيه هم على نفس الدرجة وعلى نفس الموقف السياسي من رؤيتهم للنظام العالمي، يعني في دول بتهدف إلى إعادة التوازن في الاقتصاد العالمي وإرساء بعض قواعد العدالة اللي افتقدها النظام م. الرأسمالي العالمي في آخر عشرين 30 سنة منذ تحديدًا انهيار الاتحاد السوفيتي وهيمنة القطب ال الواحد، فبالتالي بعض الدول عايزة تعمل شيء من التوازن في دول اخرى داخل نفس التكتل ده سياسيا لا لديها نبره مختلفه ولديها خطاب مختلف عن الولايات المتحده الامريكيه والنظام م. العالمي فدي اول نقطه النقطه الثانيه كمان حجم وهيكل الاقتصادات هو ايضا متباين داخل مجموعه البريكس بمعنى انه الصين ذات القوه التصنيعيه الكبيره مصنع العالم م. دوله اللي الناتج المحلي الاجمالي بتاعها يتخطي العشرين تريليون الدولار بتتفاوت في القوة والقدرة عن مثلا الاقتصاد البرازيلي اللي هو اغلبه جاي من او مكونه الاساسي هو الاقتصاد الزراعي، وبالتالي جزء كبير من عملية استهداف دول جديدة انها تدخل إلى التجمع ده، إن كل دولة لديها ميزة نسبية تضيف إلى التكتل ده، زائد بعض الأمور أو بعض المحددات الاستراتيجية، فمثلا هنلاقي إنه في رغبة واضحة في وجود السعودية و الامارات باعتبار ان الدولتين دول دولتين يعني من ذوي الملاءات الماليه الضخمه جدا دولتين لديهم تحكم كبير في البترول والطاقه جنب الدوله بحجم روسيا اللي هي مصدر الغاز الرئيسي في العالم وبالتالي لما ينضم عندنا دولتين الى هذا التكتل بهذا الحجم اذا انا هاثر في سوق الطاقه العالمي وانا اوريدي عندي منظمه زي اوبيك بلس بقى فيها قدر من التنسيق مرتفع ما بين السعوديه و الـ 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 روسيا وبقى فيها تحكم بشكل كبير في اسعار الطاقه واسعار الـ الـ البترول، وبالتالي اللي اقدر اقوله انه في الرغبه في وجود دول، الدول دي هتضيف سياسيا واقتصاديا بالتاكيد للمجموعه لمجموعه البريكس، الدول دي متنوعه ما بين دول في قاره افريقيا ودول في امريكا الجنوبيه ودول في شرق اسيا. وفي نفس الوقت الدول دي لديها جزء كبير من العوامل المشتركه التي ترغب فيها وهي انه يبقى في توسع في الاسواق ما بينها توسع في حجم التجاره البينيه توسع في حجم المعاملات التجاريه زياده وتسهيلات اكبر في حركه رؤوس الاموال والاستثمار تمويل اضافي الى بنك التنميه, بنك التنمية. التابع لمجموعه بريكس وبالتالي آآ آآ مرشح ايضا خلال السنوات القادمه بشرط اتفاق باقي الاعضاء لانه م. ميثاق المجموعه بيد يعني بينص على انه ما فيش قرارات بتؤخذ الا بالاجماع آآ آآ وبالتالي في دول كثيره جدا لا على رادار البريكس زي الارجنتين زي أنا الأرجنتين زي, زي نيجيريا الارجنتين زي نيجيريا زي آآ آآ فنزويلا زي, آآ آآ فنزويلا زي الجزائر زي دول هل كتيرة. هل ممكن طب سريعا الاسم ممكن يتغير ولا هو لا هو بقى البريكس بلس طبعا صعب آه جدا انك تقدر تمد اكتر من كده وتحتفظ بقى بالميزه الاساسيه للمجموعه المؤسسه وبالمناسبه احنا في مصر كان معروض علينا اصلا نبقى احنا الدوله الافريقيه الاولى اللي تبقى في آه المجموعه دي سنه 2009 ولاسباب آه وتخوفات سياسيه من إن, ان هذا التكتل له شكل آه والعلاقات آه الغربيه آه 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 اعتبارات متعلقه بالجانب الغربي وقتها اه عشان كده ما دخلناش في بدايه البريكس طيب دخلنا دكتور دكتور ناصر دخلنا خلاص مصر ان شاء الله في 1 يناير 2024 دخلت مجموعه البريكس تمام احنا طبعا <applause> لا يغيب عن اهتمام البرلمان وتحديدا لجنه الاقتصاد باهتمام مصر لبريكس ممكن نشتغل من دلوقتي او ما اعرفش بقى حضرتك هتقول لي هل هناك خطه لتشريعات بتسهل عمليه الاقتصاد والاستثمار اللي هيجي الاستثمار البيني ما بين دول المجموعه وايضا تزليل العقبات امام المستثمرين ان ده جزء هيبقى مهم في توفير العمله المحليه اللي بيتقوم عليها اصلا فكره المجموعه هو خلينا بدايه ننطلق في الاجابه على السؤال بتاع سعادتك فيما يتعلق بالاستقرار السياسي داخل الدوله المصريه م. الاستقرار السياسي ده احد العناصر المهمه واحد الشروط المتطلبه للانضمام للتحالف بتاع البريكس وما كان قبول مصر دولة عضو في تحالف البريكس الا نتيجه لان هم راوا في مصر دولة مستقرة سياسيا وده بالفعل اللي متحقق في الوقت الراهن يمكن الكلام ده كان واضح داخليا بالنسبه لنا وكنا شايفينه كشعب مصري ان دولة اصبحت مصر اصبحت دولة مستقرة سياسيا اعتبارا من 2014 حتى هذا الحين لكن الاعتراف الدولي من جانب مجموعة الدول في تحالف البريكس بان مصر تصبح عضو في هذا التحالف ده دليل على ان العالم الخارجي او الدول الخارجية اصبحت بتعترف بان مصر اصبحت دولة مستقره سياسيا بالتاكيد الاقتصاد لن يكون عديم الصله بالاستقرار السياسي دايما وابدا بنقول ان مفيش استقرار داخل دوله معينه سياسي الا بيترتب عليه نمو اقتصادي مصر كل الخطوات اللي واخدها في الفتره الاخيره بتدل على ان احنا ناجحين فعلا في عمليه التنميه الاقتصاديه ناجحين فعلا ان احنا نحافظ على المشروعات القوميه اللي بدانا فيها ناجحين ان احنا نخطو خطوات تدي الثقه للعالم الخارجي في الدوله المصريه يمكن حضرتك انطلقت لفكره التشريعات اللي موجوده ويمكن احنا في البرلمان مؤخرا كنا بنناقش تعديلات قانون الاستثمار على اعتبار ان دي خطوه من الخطوات الايجابيه في الدوله المصريه، احنا عاوزين نشجع الاستثمار علشان يدخل الدوله المصريه لان عامل من العوامل المهمه جدا في عمليه التنميه الاقتصاديه. معنى ان الاستثمار يجي ان انا محتاج رؤوس اموال اجنبيه هتدخل داخل الدوله المصريه هتوفر عليا فكره المعاناه في الحصول على العمله الاجنبيه المتمثله رئيسيا دلوقتي في دول. الدولار الدخول في البريكس معناه ان انا هستعين بعملات اجنبيه اخرى غير الدولار م. وبالتالي الاقتصاد اللي بيعتمد على عملات اخرى غير الدولار يعني يمكن احنا حجم الواردات بتاعتنا من الخارج حوالي 80 مليار دولار سنويا لما نيجي نتكلم بعد دخول البريكس متوقع ان ينخفض هذا المبلغ بقيمه 30 مليار دولار م. وده معناه ان 30 لو مليار, مليار دولار دول هيتحولوا لعملات اخرى من الدول المتعامله معانا في البريكس وهيبقى ما عندناش ازمه في الحصول على الدولار وبالتالي ده هيساعد على نمو الاقتصاد المصري التدفقات الاجنبيه اللي هتيجي بالعملات سواء كانت بتيجي بالدولار او بالعملات الدول الموجوده في البريكس بتساعد في تمويل مشروعات البنيه الاساسيه الموجوده داخل الدوله المصريه بالتاكيد وجود مصر كدوله فاعل في اتفاقيه البريكس اعتبارا من اول 24 سيتناغم معه حزمه من التعديلات التشريعيه اللازمه لمواكبه هذا التطور اللي حدث فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصاديه الخارجيه للدولة المصرية جميل قوي دكتور سمير على أرض الواقع وبالأرقام وفلوس لما نتكلم على تجارة بينية بين مصر ودول المجموعة بتقدر بحوالي 29 مليار 29 دولار مليار دولار المواطن بقى عايز يفهم ال... هيتم تعويضهم ازاي لان هو في ناس بتطلع تطلع تقول لك هيبقى خلاص هن... هنتخلص من ال 29 مليار دولار مره واحده. عايزين كلام يعني, يعني آه. اه نوضح أكتر ويا طبعًا واحنا بنتكلم دلوقتي المشاهد والمواطن المصري يبقى عارف إن احنا بنقول بكل مصداقية وبتجرد احنا لا بنهول من الموضوع وبنقول إن احنا دخلنا هذا البريكس يبقى كده مشكلتنا اتحلت ولا احنا بنقول إن ده أمر بسيط إن احنا دخلنا تجمع بهذا الحجم وهذه القوة الاقتصادية فده مش هيكون له دور لا طبعًا له دور ودور كبير ولكن ما الدولار الامريكي عموما عشان برضو الناس تبقى واخده بالها الدولار الامريكي هو عمله الانكر هو عمله الاساس لكل اقتصادات العالم وهو عمله الاحتياطي لمعظم دول العالم بما فيها دول بريكس ايضا تكتل بريكس لما طلعت بعض الاصوات داخل التكتل تنادي باصدار عمله جديده للبريكس او ان هم يتخلصوا من الدولار وهيمنه الدولار رد عليه اصوات اخرى من داخل المجموعه ودي كانت كواليس الاجتماعات اللي تمت في الثلاث ايام اللي فاتوا قالت ان لا مش وقت الحديث عن عمله جديده وان احنا عشان نتكلم في عمله جديده ده محتاج وقت اطول ويبدا يحصل آه ثقه في هذا التجمع. تبدا الدول الحديثه انها تنضم ست دول مع الخمسه المؤسسين يحصل ما بينهم انت النهارده السويفت طريقه تحويل الاموال اللي العالم كله بيتعامل بيها ده من امريكا. م. النظام العالمي اللي حصل من بعد بريتون وودز ده له اصول له مؤسسات حاكمه وقدرت الدوله الامريكيه حتى بتخليها في 71 عن الاحتياطي الذهب قدرت تحافظ على قوة هذا الدولار م. وتخلي فيه ثقة لدى كل دول العالم في التعامل بهذه العملة إذا أنا كمصر وبكلم المصريين إيه الاستفادة اللي هتعود عليا الاستفادة رقم واحد اعتراف من دول البريكس ومش هقول برضو من المجتمع الدولي كله لأن مش كل العالم فيه اعتراف أن الدولة المصرية دولة قادرة ولها أهمية جيوسياسية واهميه استراتيجيه في المرحله القادمه في الاقتصاد العالمي ده رقم واحد رقم اتنين انا محتاج التلاته يشتغلوا حكومه وشعب وقطاع خاص رجال اعمال محتاجين نشتغل كويس جدا ندرس الميزان التجاري والتبادل التجاري بيننا وبين هؤلاء المنضمين حديثا والخمس دول القديمه في الوضع الراهن احنا بنتعامل شكل الميزان التجاري مش مريح لنا كدوله مصريه انا عندي الصين والبرازيل وروسيا الثلاث دول تحديدا كلهم بيكون الميزان التجاري لصالحهم بأرقام كبيرة إذا أنا محتاج إيه محتاج أشتغل فورا أشوف الدول دي محتاجة مني إيه كمصر محتاج أفتح كل السبل للتواصل لإحداث تكامل اقتصادي وتكامل استثماري مع هؤلاء الدول أيضا الهند وما وصلت إليه من تكنولوجيا المعلومات أقدر بتحالفي معهم في بريكس أستفيد بنقل التكنولوجيا وإن أنا أفتح من بكرة فرص عمل للشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات وتصدير يعني اللي هو النقطة اللي احنا دايما بنتكلم عليها اللي هو تشجيع القطاع الخاص انا واقف عند النقطة دي وهرجع تاني بعد الفاصل مع الدكتور محمد سرعة عن النقطة دي تحديدا مشاهدينا هروح لفاصل قصير ونرجع نكمل مع حضراتكم فقرات التاسعة اهلا بحضراتكم من جديد كنا بنتكلم قبل الفاصل عن شهاده الثقه اللي منحت لمصر من جانب مجموعه البريكس على لسان الدكتور سمير صبري ضيفنا اللي منورنا هرجع ارحب بضيفي مره ثانيه دكتور سمير صبري مقرر لجنه الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني وامين شؤون الصناعه والتجاره بحزب مستقبل وطن والدكتور محمد سالم باحث الاقتصاد وعضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي ودكتور ناصر عثمان امين سر اللجنه التشريعيه بمجلس النواب واستاذ القانون الدولي بكليه حقوق جامعه اسيوط. دكتور محمد عاوز اخد من كلام دكتور سمير في جزئيه ان دي شهاده ثقه من دول مجموعه البريكس لكن احنا برضو بنتكلم على حاليا حوالي 40% من سكان العالم مصر بتنضم ليهم بعد ما يبقوا 11 دوله هيبقى العدد اكبر من كده هل ده اعتبره مشجع للقطاع الخاص والمستثمرين الاجانب للاستثمار في مصر فهتبقى دي ورقه مهمه ليهم اتفضل طيب خلينا نتكلم بصراحه احنا في دول البريكس قبل انضمام ال11 دوله احنا بنتكلم على 40% فعلا من سكان الارض ال40% دول حجم اللي بينتجوه كله حوالي 26 تريليون, تريليون دولار, دولار. ده بالظبط حجم الناتج المحلي الامريكي م. اللي بينتجه 350 مليون بني ادم فقط. م. طيب حجم المعاملات التجاريه في العالم 82% منها مقاوم بالدولار وبالتالي التصور انه هيتم آآ اسقاط الدولار او, آآ أو آآ آآ محاربه م. الدولار والقضاء على هيمنه الدولار م. وحاجات كتير من اللي بتتردد خلال الايام اللي فاتت دي طموحات لا, لا بس اقدر اخد من كلام حضرتك بس ان هو في قصه الانتاج. ما ده اللي انا جاي له أو. بقى. احنا واحنا بنتكلم على الشكل ده هو تكتل اقتصادي مهم م. طبعا زي تكتلات اقتصادية كتير انت ممكن تنضم لها الفكرة انت بتنضم مع مجموعة الدول دول حجم الميزان او شكل الميزان التجاري بتاعك معاهم بالموجب ولا بالسالب انت بتصدر لهم اكتر ولا هم اللي بيصدروا لك اكتر؟ لا هو طيب. كله بستورد اكتر منكم. بالتاكيد احنا بنستورد اكتر أطلع بالتاكيد آه. إن نزلنا التجاري معاهم كلهم احنا بنستورد اكتر وبالتالي انا عندي هنا نقطتين اساسيتين قبل فتح باب حركه التجاره ورفع القيود الجمركيه وتسهيل حركه الاستثمار انا لازم اسال نفسي سؤال مهم جدا السؤال الاول متعلق بالعمله لان هو طبعا الحاجه الملحه اللي الناس كلها عماله بتفكر فيها العمله مم. والدولار والدولار حجم الايرادات بتاعتنا هينخفض يعني هتستبدل الدولار بالين، بالبيزو الارجنتيني، بالريال بأي عمله وياخد مكانها بالجنيه المصري، جميل جدا مقابل ايه؟ انا م. هستورد منه بالجنيه المصري وهو ياخد الجنيه ده علشان هيستورد بيه صادرات عندي وبالتالي لو انا حجم الصادرات بتاعي لا ينمو انا ما بستفيدش لو انا هامش المقايضه ان انا هتخلى عن الدولار في بعض المعاملات التجاريه واحنا اوريدي بدأنا نعمل ده في اخر سنه ده كويس مم. جدا ان احنا بنعمل ده، مم. لكن في النهايه ده الحلول دي عشان تؤتي ثمارها لازم يكون حجم الصادرات بتاعي بيعمل. انا في اخر 15 سنه حجم او متوسط نسبه الصادرات السلعيه والصناعيه والخدميه في مصر من الناتج المحلي الاجمالي 18% من الجي دي بي. عشان اشوف الرقم ده كبير ولا صغير لما اقارن بدوله زي ماليزيا اللي هي لا تتخطانا ابدا في عدد السكان بل العكس هي اقل مننا بكتير النسبه دي فيها 78%. طيب لما اشوف مثلا بدول تانية كانت مرشحه او مؤهله انها تدخل للبريكس هنلاقي دوله زي مثلا بنجلاديش بنجلاديش دي حوالي 140 مليون نسمه صادراتها من الملابس فقط 47 مليار دولار. احنا اجمالي حجم الصادرات الصناعيه عندنا 35 مليار دولار. وبالتالي التحدي الاساسي عندنا خلينا ناخد حاجه كمان مع البرازيل باعتبار ان البرازيل معانا في البريكس البرازيل دوله مؤسسه أو. دوله بتنتج اعلى انتاج برتقال في العالم م. بحوالي 18 او 17 مليون طن مصر اعلى دوله بتدي صادرات برتقال في العالم كبرتقال خام م. بنصدر ب 3.5 مليون طن البرازيل واحده من الدول اللي بتستورد مننا طن البرتقال بالمناسبه طيب بناخد احنا حجم أصل الرقم ده مهم للسبب بقى المتعلق بالانتاج طب. الرقم اللي بنتحصل عليه من صادراتنا من البرتقال حوالي 700 مليون دولار سنويا وده رقم محترم جدا م. حجم بقى صادرات البرازيل من عصير البرتقال عصير البرتقال بتعصره بس وبتحوله لعصير 1.5 مليار دولار اذا لو انت لو انت كاقتصاد لو انت كبلد لو ما حلتش مشكلتك المتعلقه بالانتاجيه لأنك بتزود حجم الصناعه بتزود م. حجم الاستثمار بتحل المشاكل بتحول اقتصادك الهيكل بتاعه م. الاقتصاد الصناعه فيه قيمتها اكبر بتحل مشكله الواردات من السلع الوسيطه عشان تقدر تنشط حركه الصناعه أصبحت. بتحل الازمات المتعلقه بثقه المستثمر الاجنبي اللي يجي عندك الثقه ان المناخ عندك مؤهل الثقه انه هيقدر يدخل بالفلوس ويخرج م. بالفلوس وقت ما هو يحب الثقه إن مش هيتعدل عليه قوانين الضرائب والرسوم كل خمس هو ده, آه ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه مع هو ده, ده اللي هيخلق عندي تدفق للصينيين والروس وكل الناس <applause> مسألة الثقة في الإجراءات الموجودة في مصر، سريعا عشان أنا يعني بعتذر جدا وقتنا يعني أوشك على الإنتهاء تمام التكتل القوانين الموجودة حاليا فيه بتسهل عملية الاستثمار بين الدول هو التكتل ما بينصش على قوانين محدده في داخل الدول المعينة ما بينصش على تعديلات قوانين الدول في المجال م. المعين، لكن كل دوله من دول التحالف لابد ان هي تكون حريصه ان قوانينها تسهل عمليه جذب الاستثمارات. م. احنا عندنا مجموعه من المبادئ في الاطار القانوني بتحكم هذه المساله، الدوله ما هي صاحبه السلطه المطلقه في تعديل تشريعاتها بما يمس المشروعات اللي موجوده مصر. داخل زي شرط الثبات التشريعي وما شابه ذلك. فبالتالي الدوله المصريه بما ان عندها هذا المبدا وبما انها عندها قوانين بتحاول انها تحافظ على المستثمرين الاجانب اللي داخل الدوله المصريه اعتقد انها في الفتره اللي جايه مش هتحاول انها تمثل الحقوق الموجوده للمستثمرين او تاخد اجراءات انفراديه او تمنع استرداد الاموال او تمنع تحويل الاموال في ضوابط الكلام ده كله لا ده بل على العكس الدوله هتكون حريصه على ان هي تسهل هذه المساله ليه؟ لان النمو الاقتصادي ده اصبح محدد اساسي من محددات الدوله المصريه خيار لا رجعه فيه فبما طيب ان انا دخلت المنطقه دي وانتويت ان انا اعمل تنميه اقتصاديه شامله وانتويت ان انا احط الدوله المصريه في مصاف الدول الكبرى وانتويت ان انا ادخل المرحله دي يبقى لازم تكون تشريعاتي كلها متوافقه مع المتطلبات اللي بتطلبها المرحله اللي انا دخلت فيها يعني احنا مش ابدا بعد ما انا دخلت في هذا الاطار اجي اخذ اجراءات انفراديه او اصدر تشريعات تمس حقوق المستثمرين الاجانب اللي دخلوا مصر في ظل ظروف اقتصاديه وتشريعيه معينه واجي اخذ اجراءات انفراديه مم. ضدهم بل على العكس انا هكون حريص ان انا ازود الضمانات اللي موجوده للمستثمر الاجنبي وتسهيلات اكتر باعتبار ان هم يبقوا حريصين ان اموالهم تدخل داخل الدوله المصريه وان هم يستثمروا فيها يعني بدل في زي ما يخرجوا منها زي ما الدكتور سمير صبري قال في الاول احنا لا بنهول ولا بنقلل لكن احنا توازن. بنعمل توازن احنا توازن. متفقين دلوقتي على محاور مهمه علشان نقدر نستفيد من دخول مصر وانضمام مصر لمجموعه البريكس نتكلم على تسهيلات تشريعيه نتكلم على زياده انتاج بنتكلم على ثلاث محاور الحكومه والمواطن والقطاع الخاص, والقطاع الخاص. اعتقد كده المسائل دي والمحاور دي لو اكتملت هتكون الصوره مكتمله اكتر لي الاستفاده اللي المواطن البسيط دلوقتي بيحاول يوصل لها او بيصبو اليها من خلال انضمام مصر لمجموعه البريكس انا بشكر حضراتكم جدا ضيوفي اللي نوروني في الاستوديو النهارده الدكتور سمير صبري مقرر لجنه الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي المحور الاقتصادي بالحوار الوطني بشكر حضرتك جدا دكتور دي. سمير بشكر ايضا الدكتور محمد سالم بحث الاقتصادي وعضو تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين عن حزب الحزب المصري الديمقراطي بشكر حضرتك دكتور محمد واخيرا بشكر حضرتك دكتور ناصر عثمان امين سر اللجنه التشريعيه بمجلس النواب واستاذ القانون الدولي بكليه حقوق جامعه اسيوط شكرا مشاهدينا شكرا جزيلا شكرا. شكرا. نورتونا ضيوفي شكرا. ان شاء الله نلتقي المره الجايه نكون نتكلم الموضوع. بقى على خطوات اكثر تنفيذية. جديه في الموضوع وتنفيذيه اكثر مشاهدينا انتهت فقرتنا الرئيسيه تعالوا نطلع لفاصل وبعد الفاصل هنسيبكم مع لقاء عملته زميلتنا هديره ابو زيد اللي دايما بمعودانا بلقاءاتها المنفرده النهارده اللقاء مع الفنان مسلم على هامش مهرجان العالمين الجديد انتهت حلقتنا بعد هذا اللقاء ونشوفكم في حلقه جديده من التاسعه باذن الله تصبحوا على الف خير